الدار غالي وسكن من اختمار الحلم يجي النهار يقعد غريب الدار لأهلي وسكن بحار الدموع يا زمان ما سبتناش أبرياء واخدنا ليه في طريق ما منوش رجوع عكسهم يفجر السخرية وأصفى ضحكة تتف بحار الدموع راجل لراجل قصدك راجل لعيل انا ورايح ازنهم لما تيجي تتكلم عن معلم منصور السماحي لازم توطي صوتك وما وطيتوش هتعمل ايه احنا هنوطيه انت كده بتلعب معايا بالنار يا منصور اسم المعلم منصور السماحي واسمع زينهم العقد اللي كان بينك وبين قمر خلاص فنيته هي فسخته وعملت معايا عقد جديد الحلميه هترجع زي ما كانت قهوه الحلميه زي زمان والحاضر يعلن الغايب من هنا ورايح قهوه الحلميه ما يقعدش عليها غير المحترمين واولاد البلد وبس لا الواد بالبانه ولا الواحد جاي يسقط عندنا واللي هظبطه في جيبه حتة مخدرات هطلعها على جدته وانا بسلمه للبوليس يا سلام يا زينو امشي 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 يا منصور امشي يلا رجالة يلا أم منصور نعم أنا غلبان وماليش فيه يرضيك يرضيك تقفل في وشي باب الرزق اللي بأكل منه عيالي أنت سمعت إن ولاد السماح ممكن يعملوا كده أدخل اركن جنب صاحبك جوه بس في شرط نعم القهوة دي ليها دستور أقسم بالله العظيم أن أوافق على الدستور يا معلم منصور أجيال بتسلم بعض علي البدري الله يرحمه كمل مسيرة سليم باشا البدري من بعده عادل وسولي بس للأسف رموا الحمل كله عليا منفعش كده يا جماعة لازم حد منكم يكون جوه المجموعة
أنا رجل برا ورجل جوا، مش مخلد فيها يعني. طب ما ندور على حد عنده خبرة يساعدك في الموضوع ده. كلام سليم، بس برضه لازم حد منكم يكون جوه المجموعة، عشان ده مال كتير، والمال السايب بيعلم السرقة. وتنسوش إنه في مال أيتام وربنا يحاسبنا عليه. جلال بيه عنده حق طبعا. يا جماعة أنا أعود من أي ترشيحات، أنا راجل فنان وحياتي مالهاش أي علاقة بجو الشركات والصحيان بدري ده. أنت مش بتصحى بدري عشان تروح محاضرتك؟ هما يومين في الأسبوع وغالبا ببقى مطبق، صدقوني هضيعكم. وأنا ابتديت تصوير، يعني انسوني. أه صحيح، لقيت الممثلة اللي بتدور عليها؟ أيوه، على فكرة دي من الحلمية. من الحلمية؟ مين دي يا عادل؟ تعرفي واحدة اسمها توبة بتشتغل في محل الجزم بتاع عم يوسف؟ قول لا، توبة وهي بتعرف تمثل؟ دي موهوبة قوي. طب بقولكوا أنا مش فاضية، أنا عندي اجتماع في مجلس الوزراء، يعني هنعمل إيه؟ على فكرة أنا ممكن أتحمل المسؤولية دي. إزاي يا ليلي؟ أنت هتفهمي في شغل البيزنس؟ ده مجال بعيد تماماً عن دراستك، ده أنت دارسة تاريخ. أنا دراستي للتاريخ علمتني إن في أوقات لازم الإنسان ياخد فيها قرارات حاسمة، وبعدين البدري جروب تاريخ كبير محتاج اللي يحافظ عليه. تمام طبعا موافقاك انه لازم يتحافظ عليه، بس انا بكلمك عن خبراتك في مجال البيزنس. يعني انت اقصى بيزنس عملتيه في حياتك عربيه الساندوتشات. تفتكري وقفتك تبيعي ساندوتشات تاهلك انك تديري مجموعه كبيره زي مجموعه البدري؟ وعموما يعني اذا ما فيش غيرك وانت حاسه انك تقدري تعملي ده اوكي. أنكل جلال، شوف حضرتك محتاجني من إمتى وأنا جاهزة. من بكرة لو تحبي. الله يريحت قلبي. الله أكبر. 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 المدارس. طب الحجاب وقلنا فرض. لكن للدرجة دي الشيخ محمد تأثيره عليك كبير. يا دكتورة، طاعة الزوج من طاعة الرب يا فتحية. وبعدين الراجل لما رجع من التحقيق ولقاني خايفة كده ومش حاسة بالأمان قال لي إنه هيفتح لي عيادة باسمي في الحلمية، يبقى أطيعه ولا لأ؟ لا يا حبيبتي لازم تطيعيه طبعا، سنتر تعليمي وعيادة وسوبر ماركت. السلام عليكم. دول فاتحين على الرابع يا حبيبتي. الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فتحية. هو أنا حسيتك يا دكتورة؟ ده انت ست ومنكسرة زي. بس هم فاتحينها فتحة الإخوان دول بصراحة، فاتحينها على الرابع وحاجة تقلق بصراحة. اللهم اجعل في قلوبنا نور وفي وجوهنا نور. اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاه إلى يوم الدين. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. الحمد لله والشكر لله. بارك الله فيكم يا شباب، بارك الله فيكم. والمناسبة دي يا شباب، احنا مش بنيجي هنا عشان ندرس علوم الدنيا بس، بالعكس احنا لازم كمان، بل وفرض علينا ان احنا ندرس علوم الدين وشرع الله وكتابه. وبالمناسبة احنا عاملين محاضرات بنشرح فيها وبنتكلم فيها في علوم الدين لمن يرغب، والمكان مش بعيد على فكرة، ده احنا هنا في مانيا للروضة. واذا كان ليكوا اصدقاء او معارف من الاخوة يتفضلوا هاتوهم معاكوا، واهلا وسهلا بيهم. جعل الله فيكم خيرا كثيرا لأمة الاسلام ان شاء الله. مشاهدينا، انا من اول يوم قررت فيه اتجه للعمل الاعلامي، أنا والأستاذ وحيد الطويل رئيس التحرير وفريق إعداد البرنامج، وإحنا حاطين قدامنا هدف واحد، هو كشف الحقائق وإظهار الفساد. عشان كده أنا مش هحط في حساباتي أي شيء ممكن يحول بيني وبين ضميري وبين كشف الفساد لأقرب المقربين إليه. مع الوزيرة أنا برحب بيكي في البداية، بس اسمحي لي أسألك بشكل واضح وبوضوح، إيه رأي سعادتك في انتخابات الرئاسة الأخيرة؟ انتخابات الرئاسة بالنسبة لي خطوة مهمة جدا، حركت المياه الراكدة في الحياة السياسية، وبالتأكيد ده هيحسب للنظام الحالي. يحسب له ولا عليه؟ يحسب ليه طبعا. ايه رأيك برضو في انتخابات مجلس الشعب؟ اعتقد النتائج واضحة وضوح الشمس.
لكن البعض بيقول ان كان في موائمات وتربطات مع المحظوره. موائمه اطلاقا طبعا. يعني حضرتك متخيل ان ممكن حد من قيادات الحزب الحاكم يقعد مع حد من قيادات المحظوره عشان يتفقوا على تربيطات للانتخابات؟ متهيألي اي حد ملم بالتاريخ هيعرف ان ده شيء مستحيل. عدد اللي نجحوا من المحظوره ده ما كانش ملفت للنظام؟ اكيد كان ملفت، لكن للاسف الشعارات الدينيه ليها تاثير كبير على الناخبين البسطاء، دي حقيقه لازم نعترف بيها. واعتقد يعني بمنتهى المباشره والوضوح لازم الحزب الحاكم يبقى له دور في توعيه الناس في المرحله المقبله. يعني انت يا معالي الوزير عايزه تقولي ان اي حد ما انتخبكوش ما عندوش وعي؟ دي مزايده غير مقبوله يا استاذ صفوت. زود الدوز يا صفوت، هي كده مطارد. اسالها بقى عن الرشاوي الانتخابيه. والرشاوي الانتخابيه مع الوزيره؟ تسالني انا ليه عن الرشاوي الانتخابيه؟ مش فاهمه انا ايه علاقتي بالسؤال ده. في بعض المرشحين اللي محلفهمش الحظ اتهموا الحزب انه تلقى منهم تبرعات على هيئه مقرات وحاجات زي دي، على اساس يعني انهم يترشحوا على قوائم الحزب وبعد ما تبرعوا الضحك عليهم. اعتقد ده تجاوز غير مقبول في حقي. انا بتكلم عن الحزب، وانا هنا بمثل الحزب، وكلامك كله مرسل مفيش اي دليل عليه. واللي يجيب بسعادتك الدليل. لو بتتكلم عن بعض التصرفات الفرديه فاعتقد ان ده والله جيتي تحت ايدي يا زهره. نطلع فاصل. ايه التغريب ده؟ ايوه يا ابني، اطلب لي وحيد الطويل رئيس تحرير برنامج الزفت صفوت سلطان. مشاهدينا، كان معكم صفوت سلطان وبرنامج منتهى المباشره. نلتقي غدا ان شاء الله. شكرا يا معالي الوزيره، كان لقاء هايل. انت بتطلعني على الهوا يا صفوت يا سلطان عشان تحرقني؟ ليه؟ ليه يا زهره هانم؟ هو انا افتريت عليك في حاجه؟ انا هدمرك، هدمرك يا صفوت. انا غلطانه اني قبلت اجي برنامج زي ده. ايه ده ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انا غلطانه ان انا وثقت فيكم وجدتكم. دي بس ايه دي؟ افتكر اليوم ده يا بهيره هانم، اوعى كده يا معالي الوزيره. من فضل سعادتك كلمه واحده بس يا معالي الوزيره. عندها حق، هو بصراحه زودها معاها جدا. اهدي بس يا حبيبتي، اهدي وانا هتصرف. البت توبه دي على طول تليفونها مشغول كده، في ايه؟ بس انا مبسوطه قوي اني عجبتك، قصدي يعني عجبك تمثيلي. بت توبه ايه يا بت؟ بطلبك بقالي ساعة محمولك مشغول، خير بتلكي مع مين ده كله؟ حضرتك اسكت وطي صوتك، هتفضحنا الدنيا بقت ليل. بقول لك ايه؟ روح انت وهبقى اكلمك، يلا. روح. بنت اتجنت ولا ايه؟ روح انت. يا انا سعيد سعاده النهارده ما تتوصفش. انت شرير يا كريم. ليه بتقولي كده؟ شايفه في عينك يعني شماته وكرهه اول مره اخد بالي منه. انا مش هقدر الومك طبعا على الكلام اللي بتقوليه ده، لانك تعودت على كريم المهزوم المكسور اللي أقل من زهرة غانم وأضعف من صفوت أخوكي. بس أنا مش كده، أنا من 15 سنة كنت مشروع صحفي ناجح كبير، كل أساتذتي كانوا بيتنبؤولي بالمستقبل الباهر ده. وإيه اللي حصل يا كريم؟ غلطة. هو في ناس كده تغلط غلطة واحدة في مشوار حياتها تفضل طول عمرها تدفع الثمن. أنا غلطتي إن أنا اتجوزت زهرة غانم. الليلة اللي اتقفل علينا فيها باب واحد هي نفس الليلة اللي اتدفنت فيها كل أحلامي وطموحاتي. كانت دايماً تقول لي ما تهاجمش فلان، ما تعملش حوار مع علان، لا 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 أنت كده بتحرجني، أنت كده بتضعف موقفي في الحزب، انت كده بتهز صورتي قدام المسؤولين، انت انت انت. وانا زي العبيط مسالم بنفذ لها كل اللي هي عايزاه وفاكر انها بتحبني. عارفه لما قررت ادخل انتخابات نقابه الصحفيين
بالرغم انها كانت ممكن تساعدني، تخلت عني، ما وقفتش جنبي، لا كصحفية ولا زميلة ولا زوجة طبعا. بالعكس ده قالت لي لا 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 ابعدني تماما عن الموضوع ده، ودخلت الانتخابات وخسرت. المفاجأة أو الصدمة تقدر تقول يعني إن أنا خدت أقل الأصوات. ألا فين زمايلي وأصحابي وأساتذتي؟ ما لقيتش حد جنبي. اكتشفت إنهم كلهم بيعاملوني على إن أنا عصفورة الحزب بتاعها، وأنا ما أعرفش. ازازك فاهم انها بتحبني، هي ما بتعرفش تحب اصلا. عرفت ليه بقى انا كنت بضحك وفرحان ومبسوط من شويه؟ عشان هزمتها. بسم الله الرحمن الرحيم. زينهم. ايوه اهلا اهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيب اختك؟ ازيك يا اختي؟ قوي قوي. انت اللي وحشاني. اخبارك ايه؟ فينك؟ قطع بيا كده ليه؟ ما انت لو كنت بتسال على اختك كنت عرفت ان الشيخ محمد اتقبض عليه. عرفت يا اختي، عرفت. معقول يا زينهم عرفت وما سالتش على اختك؟ معلش يا اختي، انا عارف ان اللي زي جوزك دخول السجن بالنسبه له زي دخول الحمام بالظبط، وانا وانت عارفين كده من بدري ومتوقعين انه يتحبس في اي وقت. اهو خرج امبارح الحمد لله، عشان كده سمح لي انزل واجي اشوفك واطمن عليك. والله في الخير انه خلاني اشوفك، جيت في وقتك. مالك يا حبيبي؟ خير؟ في حاجه؟ عايز اتكلم وفضفض. أنا عارف إن محدش بيفهمني وبيحس بيا زيك. فضفض يا حبيبي، وإحنا لينا مين غير بعض؟ افتح قلبك واتكلم زي ما أنت عايز. بصراحة كده يا أختي أنا بحب البت توبة قوي ونفسي أتجوزها. توبة؟ طب وماله يا أخويا؟ ما هي بت غلبانة برضه ومقطوعة من شجرة وأكيد عايزة تتستر. على الاقل يعني الاقي حد ياخد باله منك واطمن عليك كده وتاكل لقمه حلوه نظيفه. ربنا يخليك ليا يا اختي، بس هنعمل ايه؟ اليومين دول الحال ما اشفر قوي، وخصوصا بعد عفريت العلبه الزفت اللي اسمه منصور السماحي ده ما طلع لي في القهوه. طب اسمع يا زينهم، انا ممكن اتكلم مع الشيخ محمد وهو ممكن يساعدك. ساعدني ازاي؟ اهو تشتغل معاه في أي مشروع من مشاريعه، متهيألي ساعتها بقى مشاكلك كلها تتحل. اشتغل مع مين بس يا أختي؟ ما أنت عارفة أخوكي ماليش في جو الجلاليب ولا الزبيب، وبعدين أنا حزب وطني يعني ما أكلش معاه خالص. المهم طمنيني عليك، أنت عاملة إيه معاه؟ أنا؟ أهو الحمد لله راضية، بس ما أخبيش عليك يا أخويا، لما اتقبض عليه أنا خفت، ما حسيتش بالأمان، وانا اصلا وافقت ان اتجوزه عشان اتستر واحس بالامان. معلش يا اختي، اعملي لنفسك اي قرشين باي طريقه، لان الستر والامان في الزمن ده هو الفلوس دلوقتي. وعشان كده بقى بصراحه انا هبقى عايز منك قرشين كده تفك بيهم وانا داخل على جوازه البت توبه. انت عارفه مصاريف الجواز كتير بقى وكده. عناية ليك يا اخويا، انت تؤمر وانا ليا مين غيرك في الدنيا. ربنا بس يطمني عليك واشوفك كده احلى عريس في الدنيا. ربنا يخليك ليا يا اختي. ايوه يا اخويا، هو انت ايه حالف لا تجرسني يا زينهم؟ اجرس مين يا بت؟ هو نقدر؟ انا عايز استورك. تستورني؟ وتقصدي بتستورني دي بقى ان شاء الله؟ هو الستر ليه قصد تاني غير الجواز؟ يا مصيبتي. يا مصيبتك، اتجنيت يا بت ولا اتهبلتي؟ بقول لك هتجوزك واستورك تقولي يا مصيبتي. ما هو انا قصدي زعلانه منك من اللي عملته مع ميوسف، ما كانش صح ابدا يا زينو. خلاص يا ستي، نصالح عمك يوسف ونبوس على راسه كمان، انت تأمري. ما هو اصلا عمي مات من جمعتين، وانا ما يصحش اتكلم مع ابويا في موضوع زي دوت دلوقت.
هنعمل ايه يعني من الاخر؟ تعمل ايه؟ استنى علي اول ما يعدي الاربعين افتح ابويا في الموضوع، وقتها يبقى لنا كلام تاني. ما نشوف. اتفضلي يا سيادة المدير التنفيذي على مكتبك. معقولة؟ مستحيل، أنا هقعد هنا. أنت حاجة كبيرة قوي بالنسبة لنا يا أنكل جلال، بالنسبة لمجموعة البدري كلها. ربنا يخليك يا حبيبتي. الحقيقة أنا ما عملتش حاجة غير إن أنا بس كنت شايف شغلي بما يمليه علي ضميري، وده في حد ذاته شيء نادر في الزمن ده، عشان كده حضرتك تستاهل تبقى كبير قوي في عينينا. يا سلام، الحمد لله. واحد تعب وشقي وكافح، كنت براعي ربنا في كل حاجة بعملها، وهو في آخر المشوار بسمع كلمتين تقدير منك حلوين أهو. قليلي مالك يا أنكل جلال؟ افتكرت ولادي، حشوني قوي. هو حضرتك مش بتشوفهم؟ اللي سافرت وجوزت واللي راحوا اشتغلوا في الخليج، الحمد لله على كل حال. المهم قولي لي، قدرتي تكوني وجهة نظر عن الشغل جوه المجموعة؟ بص، هو أنا فهمت شوية بس خايفة. من إيه؟ من الفشل. لا اوعي تخافي، أنا معاك على طول. الفكرة مش في كده، الفكرة إن أنا مش حابة كل الشركات اللي بتشتغل تحت اسم المجموعة. لا، لازم تحبيهم وتفهمي طبيعة كل شركة جوه المشروع. أيوة، بس ده ما يمنعش إن احنا برضو ممكن نطور ونفتح في مجالات تانية. شوفي، مجموعة البدري طول عمرها منفتحة على مشاريع وصناعات مختلفة، كل ده مش مهم. بقى انت عايزة تعملي ايه؟ مش هقولك دلوقتي. ده جيتاريست أسباني فظيع. ايوه طبعا يا بنتي هروح. مامتي ايه؟ هي مامتي دي اصلا دريانه بحاجه؟ سياده الوزيره اهم حاجه منصبها وبس. زمانها بتلع عن اليوم اللي انا رجعت فيه من السفر. اعمل ايه؟ ما انا اهلي خلاص مش قادرين عليا اللي هناك. اسمعي، انا هكلم فيصل عشان يجيب لنا تيكت. اوكي يا موز، يلا باي. زهرة هانم، وصلني حالا دلوقتي تليفون من مجلس رئاسة الوزراء ان السيد رئيس الوزراء الدكتور عاوز يشوف حضرتك. خير؟ بس في ايه؟ والله الله اعلم، بس الواضح كده ان الدنيا مش تمام. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ هو انا معرفتش اوصل لاي حاجه حقيقه حتى عن طريق الناس بتوعي اللي جوه. واضح ان سعادتك متوتره قوي. قوي يا هاني، قوي. اقعد يا هاني، اقعد. حاضر هنا. هاني انا عايزه اتكلم معاك شويه، عايزه اتكلم معاك كصديق مش كمدير مكتبي. ده شرف، شرف ليا يا هاني والله. بنتي وصيفه تعباني قوي. بخير؟ خير خير خير، مالها؟ الحمد لله. في ايه؟ ملاحظة تصرفات غريبة كده في سلوكها من يوم حفلة عيد ميلاد ماما. هي وصحابها شكلهم ما كانش مريحني خالص. رأس هستيري، عمالين يتودودوا ويضحكوا بشكل مش طبيعي. البنت عايشة لايف ستايل كأنها لسه عايشة في انجلترا، والكلام ده انت عارف ما ينفعش في مصر، ممكن يسبب لي مشاكل. وبصراحة انا حاسة ان انا مقصرة في حقها جدا وفي حق اخوها، بس هعمل ايه؟ مشاغلي في الحزب والوزاره مش مخليني اعرف اديهم اي وقت. تشغليش بالك يا هنا، تشغليش بالك خالص، سيبيلي الموضوع ده انا هتصرف فيه. هتعمل ايه يا هنا؟ هجيب لك تقارير وافيه عنها وكمان عن كل اصحابها. كويس قوي، بس خد بالك يا هنا،
الكلام ده بيني وبينك، مفيش مخلوق يعرفه، ده موضوع شخصي. زهرة هانم، حضرتك مش محتاجة إن أنا أقول لك إن هاني مراد لا يرى، لا يسمع، لا يتكلم. أنا بير يا هانم، بير قوي قوي. اللي حصل ده يا أستاذ صفوة تصفية حسابات وأساليب أنا برفضها تماما. حسن بيه، أرجوك وطي صوتك وأنت بتتكلم معايا. وبعدين هي فين تصفية الحسابات دي؟ أنا مش شايف أي حاجة من الكلام ده. كل ده ومش شايف؟ إيه؟ ده أنت كان ناقص تطردها من البرنامج بتاعك على الهوا عشان تبقى شايف. أستاذ حسن، أنا صفوة سلطان وتاريخي معروف للكل. أنا لا بطبطب ولا بوالس. وأنا ما قلتش تطبطب ولا توالس. إنما وجود طليق زهرة غانم في فريق الإعداد بتاعك، وأختك اللي كانت متجوزة عليها قبل ما يطلقها، كل دي حاجات بتفسر سبب وجود اللي حصل ده وإنك بتنتقم منهم. كده يبقى كلام تاني بقى. اللي ملطوط في الحكايه دي هو كريم السمنودي مش انا. بالعكس، انت اللي ملطوط بسبب وجوده معاك، واي حد هيفهم كويس قوي ان انت اللي جايب كريم، وبالتالي الافوره اللي حصلت في اللقاء دي هتتفهم ان انت بتنتقم لنسيبك. طب والحل؟ انا ما عنديش مانع امشيه عشان ارفع الحرج عنكم، وساعتها محدش بقى هيقول ان انا احرجت زهره غانم بسبب واحد انا طردته من فريق الاعداد. بعته في ثانية كده؟ اسمع صفوت بين، وجود كريم السمنودي في القناة مهم جدا لأنه بيديها ثقل ومصداقية، وأنا زي ما قلت لك أنا دورت في تاريخه لقيته راجل زي الفل. وجود كريم السمنودي في القناة بيغطي عوار أنا مش عايز حد يشوفه. تقصد مين يا دكتور؟ تقصد أنا؟ أنا جبت سيرتك يا راجل، هو أنت على راسك بطحة ولا إيه؟ ما ينفعش يا معالي الوزيرة، ما ينفعش. احنا لما فكرنا نعينك معانا كنا عارفين مين هي زهرة غانم، وفي الوقت نفسه عارفين مستوى تفكيرك ازاي. بصراحة انا مش قادر اصدق، مش قادر اصدق انك تنجري في لعبة مع اعلامي رخيص زي ده، وانت عارفة كويس قوي واحنا كلنا عارفين ان هو منافق وملتوي. انا عارفة طبعا يا فندم اني غلطانة، ما كانش لازم اوافق ابدا ان انا اطلع في برنامج زي ده، بس معلش بقى، ما هو زي ما بيقولوا الواحد ما بيتعلمش ببلاش. انا مش عايزك تظهري في اي وسيله من وسائل الاعلام، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. تفتكر لو اي ملحن مشهور سمع صوتي ممكن يساعدني؟ يا صفاء، المشكله مش في ان حد يسمعك وبعدها هيساعدك، المشكله انك بتلعبي بالنار. اهلك بجد هيعملوا مشكله لو عرفوا انك غيرت كليتك، ولو شافونا مع بعض كمان دي انيل وعدل. سولي، انا ما بقتش صغيره، انا عديت ال 21 سنه، يعني اقدر اعمل اي حاجه انا عايزاها. انا لولا بس اني بحترم ابويا وستي كنت استقلت بنفسي، وما كنتش اتحطيت تحت الضغط ده ابدا. ما هي المشكله الكبيره لا في ابوكي ولا في ستك وصيفه، المشكله في مجدي. مجدي متهور وفعلا ممكن يكبر الموضوع بالشكل اللي تتخيليه. مجدي ملوش كلمه عليا، قلت لك قبل كده اني مش صغيره. قولي بس، هو الملحن صاحبك ده اكيد هيقابلك منين؟ هو من ناحيه اكيد فهو اكيد، مصر كلها تقريبا جايه تصرف كاري رايس النهارده. اشمعنى يعني؟ النهارده اشهر جيتاريست اسباني هيجي يلعب جيتار، وهنعمل فقره هو بالجيتار وانا بالساكس. الله، بجد نفسي اتفرج عليك قوي. ده ايه الحظ ده يا ربي؟ اشمعنى يعني في بنات اهاليهم سايبينهم عادي وانا زي اللي محبوسه في ام؟ دول فيهم بنات اللي بيجوا مع جوازاتهم، وفيهم اللي مش من طوبك يا صفاء. ليه يعني؟ عشان فلاحه؟ طب انا والله عادي، ما حدش بيلاحظ خالص اني فلاحه. طب بذمتك بيمد في كلامي؟ يمكن ما بيبانش في طريقه كلامك، بس الفلاح اللي جواكي بتبان في نقائك وخطيبتك وفخلاك يا صفاء. ما تهزرش بقى، بجد انا نفسي اجي. اوعي تفكري تعملي كده، مجدي كل فتره والتانيه بيجي ينط هناك هو وسليمان واصحابه، ولو جه شافك هناك اقلها يرجعكوا بلدكم، ده لو ما دفنكيش هناك يعني. طيب وانت بقى رايح لوحدك ولا في حد رايح معاك؟ لا، في حد جاي معايا. ايه؟ هاخد ليلي اختي. أماني، اوعي تلخبطي في الكلام، اتصلي يلا هي ترد دلوقتي. سلام. ايه بيت الصفاء، انت بتكلمي مين؟ لا ده انا كنت بطلب سندوتشات شاورما. ايه دي الخيبة على الاكل اللي من بره ده؟ ماله اكل البيت يا اختي؟ الو، اهلا اهلا يا أماني، ازيك يا حبيبتي وازاي امك؟ هي الف بعت الشر في المستشفى
معلش يا حبيبتي، انا والله لو صحتي كويسه كنت جيت طليت عليه. سلمي عليه. طب يعني صفاء تيجي تقعد معاها ليه؟ طب وانت فين؟ طب يا حبيبتي حاب اسال ابوها. اي صفاء معاك اهي، خدي. ايوه يا اماني هكلمك تاني، يلا سلام. هي بنت قله الذوق دي، البنت امها عيانه وفي المستشفى. ايوه وانتي قلتي ايه؟ في ايه؟ في الخدمه اللي اماني طالبها منك. وانتي عرفتي منين هي طلبت مني ايه؟ انتي يا دوب قلتي الو ورحتي قافله السكه في وشها. لا ما هي حكت لي من شويه. ايوه طيب اما اسال ابوه، القرار في ايده. وماله ياما؟ تروح. لا ياما الناس لبعضيها بردك. لا لا تروح. طب اقفلي دلوقتي ياما، اشوف في ايه. اقفلي يلا سلام. واد يا محمود. ايوه يابا. ايه يا واد بعد لي صوتك ليه؟ مفيش يابا، قفلت الراجل جوه بيدي لاختي 5 جنيه بقشيش. وماله يا واد، خليك ناصح يابا. احنا مش شحاتين يابا، انا جاي اساعدك بس. احنا الحمد لله فلوسنا تعبى في شوله. يا واد وطي صوتك، انت عايزنا تتحسد؟ العين فلقت الحجر. امال فين مجدي وسليمان؟ هما لسه ما جوش؟ لسه ما جوش يابا. الو يا زهر. لا يا اخويا مش هاجي، مش هاجي. لا سليمان جنبي، لو عايز تكلمه تبقى كلمه. صحيح انت؟ لا أنا مش نايم، أنا مع سالي في الكباري. ماشي يا أخي. عايز يا زهر بقى. إيه؟ القمر بيكلمني. ألو؟ انت فين؟ في الشغل ولا لسه نايم في العسل؟ لا 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 عسل ايه، لا انا في الشغل. اه وطي صوتك عايز انام. لا 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 لا, لا خالص انا جنبك. ايه كركية؟ اه لا 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 طبعا انا موجود، بس انا جنب المحل بس بجيب شوية طلبيات. تنسي وتنوري. لا دي حاجات بسيطة يعني، بجيب جدا نستو وشوية بضاعة. بس بقى يا سالي بغير. حاضر. لا انا جاي جاي مسافه السكه، مسافه السكه. سالي تعرف ان انت الوحيده اللي احلى مني. السلام عليكم. يعني جيت؟ اه جيت يا زهر يا اخويا. هو انت فاكرني خايف زي الواد سليمان ابنك ده ولا ايه؟ لا الشغل شغل، والفترة اللي جاية ديت العمل هو الأمل. عمل هو الأمل؟ طبعاً. يا ما نفسي أصدقك يا ابن أبويا. صدقني، لازم تصدقني يا أخويا. سيبني بقى عشان أنت كده معطلني عن الشغل والزباين، هسيب الناس واقفة يعني؟ ما ينفعش، أكل عيشنا. هايل يا مجدي هايل. جو سوي تري فيير دو توا. أيوة كده. كده سليمان غانم وسليم البدري اكيد فخورين بينا وفرحانين. طبعا طبعا يا فرحتهم باولادهم. بنت سليم البدري واقفه على عربيه سندوتشات، وابن الباشا العمده شغال في سوبر ماركت. والله حاجه تفرح. صحيح من بين ايدينا، ولا
ابتدينا واللي له اول بكره هيبقى له اخر وبكره تفرد مهما دقت علينا.